فقرة من هو لتتعرف على ممثلك المفضل وموضوع الفيديو عن من هن أوزغونامال، نفيسة كاراتاي وخديجة تشندل. ولدت أوزغو في 28 ديسمبر سنة 78 في إسطنبول. اسمها الكامل ملاحة أوزغونامال. أمها يونانية الأصل، تعمل موظفة حكومية اسمها أكيلا نامال، ووالدها مقدوني ويعمل تاجرا اسمه كوبلاي نامال. كما لديها شقيق واحد اسمه دويكو. درست أوزغو مرحلتها الابتدائية حتى الثانوية في مدرسة الجمهورية بإسكودار، ثم التحقت بجامعة إسطنبول قسم المسرح، وتخرجت منها سنة 2002، وكانت في نفس الوقت تدرس التمثيل في مركز كاديكوي ومسرح مجد جيزين للفنون. بدأ شغف أوزغو بالتمثيل والمسرح منذ الصغر، كما أن أكبر هواياتها هي التصوير الفوتوغرافي، وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1997 من خلال مسرحيات الأطفال التي قدمتها على مسرح حكايات حقيقية. تزوجت سنة 2002 من الممثل أوكتاي كاينارجا، وتطلقا سنة 2008، ثم تزوجت ثانية من أحمد سيردارورال سنة 2014، ولديها معه ابنتان هما نفس وإيلام. طول أوزغو نامال هو 1.64 متر. شاركت في إجمالي 27 فيلما ومسلسلا وست مسرحيات، فازت من خلالها على ما يفوق 13 جائزة فنية، نذكر منها أفضل ممثلة واعدة في مهرجان أنقرة السينمائي 2002، أفضل ممثلة واعدة لجوائز صدر إليشك 2003، أفضل ممثلة عن دورها بوادي الذئاب لجوائز إنجي تي في 2005، أفضل ممثلة سينمائية في مهرجان أنطاليا السينمائي 2007، وأفضل ممثلة سينمائية في مهرجان بون الدولي 2008، وأفضل ممثلة درامية لجوائز إسماعيل تشيم للتلفزيون سنة 2010. ومن أبرز الأدوار التي شاركت فيها أوزغو نامال هي دور زليخة في مسلسل حياة الكاراتيه سنة 2000، دور دورو في مسلسل سبع تلال إسطنبول 2001-2002، دور زينب في فيلم الأطفال يا سيدي 2002، دور سيدف في فيلم السحر 2004، دور أمود في فيلم الأعمال المنظمة 1-2005، دور إليف في مسلسل وادي ذئاب من 2003-2005، دور فوندا في فيلم الشرطة 2007، دور دورو في مسلسل أم الملاك 2008، دور سولي في فيلم ابن الشمس 2008، دور هيدا في فيلم لا يستحق ذلك 2009، دور جولو في مسلسل سيدة المزرعة 2009-2011، دور عائشة في فيلم يوجد الوحدة في هذا العمل 2013، وآخر دور أدته إلى الآن دور نارين في مسلسل الرحمة 2013-14. كما يوجد عدة أخبار بعودتها القريبة للشاشة قريبا. ولدت نفيسة كاراتاي في 26 إبريل سنة 76 في ألمانيا. هي مقدمة برامج تلفزيونية وعارضة أزياء وممثلة. توقفت عن الدراسة بعد المرحلة الثانوية، وبدأت مسيرتها الفنية فعليا بعد أن فازت بلقب ملكة جمال تركيا سنة 97، ولتبدأ في نفس السنة بتقديم أول برنامج لها على التلفاز، حيث كان برنامجا موسيقيا شهيرا آنذاك. كما كانت قد بدأت السطوع أيضا في مجال الأزياء، حيث أصبحت واحدة من أهم عارضات تركيا في العقد الأول من الألفية الحالية، ما لفت انتباه شركات الإنتاج نحوها وليقدم لها عروضا للتمثيل. فكان أول دور لها بظهور بسيط في مسلسل نزوات حلوة سنة 97، وشاركت نفيسة بما يفوق 15 عملا بين مسلسلات وأفلام. ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج الملصقات لقناة سيانان ترك منذ أكتوبر 2009. تزوجت سنة 2012 من رجل الأعمال يوسف داي، ولديها إلى الآن ابنة واحدة اسمها مايا. طول نفيسة هو 1.76 متر. ومن أبرز الأدوار التي اشتهرت فيها دور ياسمين في مسلسل حياة جديدة سنة 2001، دور زينب في مسلسل القادم نحو رأسي 2004، فيلم تلك المرأة 2007، دور آهو في مسلسل وادي الذئاب الكمين 2007، فيلم مراد الأسود 2015، دور نور في فيلم تضحيات الفاتح 2015، وآخر دور أدته إلى الآن كان دور فاطمة في
في فيلم مقاومة كاراتاي 2018. ولدت خديجة شندل في 2 أغسطس سنة 83 في اسطنبول لأم تركية وأب يوناني، كما لديها أختان اثنتان. بدأت خديجة عملها في النمذجة وعرض الأزياء في فترة شبابها، وحصلت سنة 2001 على المركز الثالث في مسابقة ملكة جمال تركيا والمركز الرابع في مسابقة الجمال الأوروبية في نفس العام. فكانت هذه انطلاقة حياتها الفنية، وفي نفس الوقت كانت تدرس قسم إدارة الأعمال في جامعة اسطنبول، وتخرجت منها سنة 2006. وفي فترة دراستها الجامعية ظهرت في عملين فنيين بأدوار بسيطة بدور بوكيت في مسلسل حياة جديدة 2001، ودور عزيزة في مسلسل أيلول سنة 2005. كما كانت في هذه الفترة تأخذ دروس التمثيل عند الفنانة القديرة آيلا ألجان. تزوجت خديجة شندل من الممثل بوراك سياشار سنة 2015، ولديها إلى الآن ولد واحد اسمه جان. طولها 1.75 متر، وشاركت في إجمالي 10 أعمال فنية إلى الآن: دور زينو في مسلسل الثنائي الغريب 2007، دور جولباري في مسلسل فسبحان الله 2007، دور لاتشين في مسلسل الوردة البرية 2008، دور إبرو في مسلسل وادي الذئاب الكمين 2008-2010، دور قول حياة في مسلسل الجبل الأسود 2010، دور ديلا في مسلسل ديلا هانوم 2013، دور إلي في مسلسل يوم كتابة قدري 2014، وآخر دور ظهرت فيه إلى الآن كان دور حياة في فيلم قبلة الحياة 2015. هذه كانت أبرز المعلومات عن الممثلات أوزكو ونفيسة وخديجة. بهذا نلقاكم بخير في فيديو قادم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.